حياكم الله مشاهدي الكرام في هذا المساء، وهذه عناوين ملفاتنا. نتنياهو يلتقي بوتين في سوتشي قبل الانتخابات الإسرائيلية مساء لتوسيع رقعة الضربات الجوية في سوريا، فكيف قوبل الطلب الإسرائيلي من الرئيس الروسي ووزير دفاعه؟ روحاني يرفض التفاوض مع واشنطن قبل رفع العقوبات الأمريكية، ليونة في موقف ترامب وبومبيو تجاه التفاوض مع إيران، فهل بدأت الولايات المتحدة انفتاحا على المبادرة الفرنسية للحل؟ مجددا يذهب بنيامين نتنياهو لسوتشي، ثمة من يقول أن الظرف تغير كثيرا على رئيس الوزراء الإسرائيلي مقارنة بالزيارة الماضية التي حظي بها نتنياهو باستقبال كبير وأخذ على إثرها جثة الجندي الإسرائيلي باومل. أما اليوم فيأتي نتنياهو بعد أسبوع من عملية أفيفيم وإسقاط 3 مسيرات إسرائيلية. ما يطلبه نتنياهو عادة من موسكو حرية في تنفيذ الضربات الجوية في سوريا ضد إيران، فالقوبل هذا الطلب هذه المرة بالرد الإيجابي أم أن الرد الروسي تمثل في اعتراض سوخوي طائرة إسرائيلية الأسبوع الماضي سعت إلى استهداف دمشق؟ الإجابة في النقاش بعد التقرير. زيارة جديدة، ملف قديم يحمل اسم إيران، البلد التي تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل بحسب ما يؤكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حل ضيفا على مدينة سوتشي الروسية. زيارته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصفت من قبل البعض بمناورة انتخابية أخرى، البعض الآخر وجدها استكمالا لمحادثات سابقة. حذر نتنياهو من كون سوريا الساحة الرئيسية التي تنشط فيها إيران وفق تعبيره، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك أشواط طويلة يجب قطعها في التنسيق مع روسيا لحرية التصرف في سوريا وتنفيذ ضربات هناك. القضية الأولى هي الأمن، وهو الحفاظ على حرية عمل جيش الدفاع الإسرائيلي والقوات الجوية في مواجهة محاولات إيران إقامة قاعدة عسكرية في منطقتنا. علاوة على ذلك يجب أن أقول أن هناك علاقة طبيعية، لأن هناك جسرا بشريا بين إسرائيل ودول الناطقة باللغة الروسية، لأن لدينا أكثر من 1,000,000 مواطن قدموا من الاتحاد السوفيتي. لكنني أريد أن تعرفوا أن مساهمتنا هي أيضا في صنع هذا التواصل المهم جدا لأمن إسرائيل. كما تتهم الحكومة الإسرائيلية طهران بتوسيع نفوذها في المنطقة برمتها، بما يشمل إنشاء مصانع للصواريخ الدقيقة في لبنان ودعم حزب الله الذي دخل في جولة تصعيد مع إسرائيل مؤخرا بعد حادثتي طائرتين المسيرتين في بيروت وقتل عنصرين تابعين له في دمشق. يذكر أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية ديفيد شينكر، والذي يشرف على مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، قال مؤخرا إن فرص صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله تتضاءل يوما بعد يوم، مضيفا أن إدارة بلاده تتدخل في هذا الصدد من حيث فرض عقوبات على حزب الله ومن يدعمه ماليا. يضاف إلى هذا اتهام طهران بدعم جماعات المسلحة موالية لها في العراق وإنشاء قواعد على الحدود العراقية السورية، وهي مواقع استهدفت أكثر من مرة من قبل طائرات مجهولة يعتقد أنها إسرائيلية. روسيا من جهتها تدعم سوريا، لكنها في نفس الوقت أوضحت مرارا أنها تسعى وراء الاستقرار هناك وإخراج القوات الأجنبية. ومن هنا ينبع التساؤل ما إن كانت موسكو ستبحث عن أرضية مشتركة مع إسرائيل تحقق مطالب الطرفين. الخوض في عمق هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو سيد إيران تسيون، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق. مرحبا بك معنا سيد إيران. ينضم إلينا عبر استوديوهات موسكو السيد أندري أنتيكوف المحلل السياسي الروسي. مرحبا سيد أندري. وانضم إلينا السيد علي صباغ الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب. سيد أندري أنتقل إليك وأبدأ معك. طلب نتنياهو من بوتين هذه المرة واضح، توسيع رقعة الاستهداف الإسرائيلي ضد إيران في سوريا، كيف قوبل هذا الطلب روسيا؟ يعني بصراحة الموقف الروسي واضح تماما من التواجد العسكري الإيراني في سوريا، ونحن نعلم بأن طهران تساهم في مكافحة الإرهاب، هذا أولا. شيء ثاني، كانت هناك تصريحات أكثر من مرة، أولا التي أدانت الضربات الإسرائيلية في سوريا، هذا أولا. من جهة الثانية كانت هناك تصريحات لمسؤولين الروس الذين قالوا بأن إسرائيل يمكن أن تتوصل إلى نفس الأهداف بطرق غير العسكرية، فأنا لا أعتقد بأن الموقف الروسي سيتغير أو قد
تغير في خلال هذه الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة. وأود أن أشير كذلك إلى نقطة مهمة بخصوص تواجد العسكري الإيراني. ليس سرا أن روسيا تصر على سحب أو الانسحاب القوات الأجنبية متواجدة في سوريا بشكل غير شرعي وعلى رأسها القوات الأمريكية، ولا يمكن أن توافق، لا يمكن لروسيا أن توافق على سحب القوات الإيرانية، لا يمكن أن توافق على بعض المزيد من الجهود من أجل سحب القوات الإيرانية طالما نشاهد القوات الأمريكية متواجدة في شرق الفرات وفي قاعدة التنف. نعم سيد إيران، أنتقل إليك. في أي ظرف يزور نتنياهو سوتشي ويلتقي ببوتين ووزير الدفاع الروسي؟ هناك من يقول بأن الظرف تغير من الزيارة السابقة حتى اليوم. الزيارة السابقة بوتين أعطى نتنياهو جثة باومل وكان هناك استقبال بحفاوة، هذه المرة نتنياهو يأتي بعد أسبوع وأكثر من عملية أفيفيم وإسقاط مسيرات إسرائيلية. الوضع لم يتغير بشكل بالفعل. تذكر بالفعل حادثة إسقاط الطائرة التي تمت على خلفية هجوم إسرائيلي ولكن ضد طائرات سورية، وبالفعل أدخلت العلاقات بين إسرائيل وروسيا لحالة من أزمة مؤقتة، ولكن بشكل فعلي وبشكل حقيقي لم تتغير الأمور. واستمرار لما قاله صديقنا من موسكو، هناك تضارب المصالح بين روسيا وبين إسرائيل، فإن إسرائيل وضعت هدفا لها هدفا واضحا جدا وصعب المنال، وحتى بالنسبة لي غير واقعي، ولكن هذا الهدف الذي وضعته إسرائيل وهو منع التموضع العسكري الإيراني في سوريا، هذا هدف غير مقبول على الروس. صحيح أنه من ناحية رسمية يطالبون بخروج كل القوات الأجنبية وفي نهاية لأجل التسوية السورية، ولكن كما يعرف أن إيران بحسب موقف روسية تم دعوتها من قبل النظام السوري نظام الأسد، لذلك فهي موجودة بشكل شرعي بعكس الولايات المتحدة في سوريا. هناك تضارب مصالح واضح وعميق جدا بين إسرائيل وسوريا، وحتى الآن تمت محاولة توصل إلى حل وسط عبر القنوات شتى والمحادثات. إلى أي مدى ممكن الاستمرار بذلك مع بقاء الحوار واستمرار تضارب المصالح وهجمات إسرائيل؟ لن أقول أنه كما يحلو لها، ولكن تقوم بضربات بشكل كبير في سوريا، وفي الفترة الأخيرة حتى وسعت رقعة الضربات في داخل الأراضي اللبنانية وسورية والعراقية، لذلك أنه في الأساس في اللب لم يتغير الأمر، ولكن كلما استمر هذا الوضع وكلما لم يتحقق إسرائيل الهدف من جهة واستمرار ضربات رغم امتعاض روسية، إننا نجد حالنا في نوع من المشي على الهاوية. سيد أليف أنتقل إليك، هل سنشهد سيناريو جديد فيما يتعلق بالرد السوري على أي ضربات إسرائيلية مستقبلية بعدما جرى في لبنان؟ وليس خفيا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بشكل واضح نريد أو سنوسع دائرة الاستهداف ليس فقط في سوريا إنما في سوريا لبنان العراق وحتى اليمن لأي هدف إيراني في المنطقة. نعم، دعني فقط أقول جملة واحدة يعني متعلقة في جثة زخاريا باومل. قبل حوالي 3 أسابيع كشفت قناة الميادين بلسان ابن أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة بأن الجثة التي سلمت لإسرائيل هي نصف جثة، هي النصف الأعلى من الجثة وحتى بدون حنك، وبالتالي النصف الآخر ما زال موجود في سوريا وهو رهن التفاوض أيضا. وبالتالي هذا الأمر على سبيل المثال لم يقله بنيامين نتنياهو للجمهور الإسرائيلي، كشف قبل 3 أسابيع. اليوم كرره موقع زهوت الفلسطيني باللغة العبرية، وبالتالي يعني موضوع الجثة ما زال لم يكتمل بعد. طيب بعيدا عن موضوع الجثة فيما يتعلق باستمرار الضربات وتوسيعها، نعم سيد نعم أليف، بات نعم واضحا نعم بأن نتنياهو يطلب من موسكو السماح بتوسيع رقعة هذه الضربات. نعم، في نهاية هذا الأسبوع زائد الأسبوع الماضي حاولت إسرائيل أن تقوم بعملية كبيرة جدا ضد مواقع صواريخ تدعي أنها إيرانية في سوريا، ولأنها لم تبلغ الروس مسبقا كما حدث في قضية الطائرة قامت القوات الروسية بمنع هذه الضربة،
ولم يقل بنيامين نتنياهو للجمهور الإسرائيلي بأن هذه الضربة منعت أو فشلت أو تصدى لها الروس، وبالتالي يريد أن يناقش هذا الموضوع مع الروس، والروس أيضا يريدون مناقشة هذا الموضوع معه من جديد. كيف يمكن للطائرات الإسرائيلية أن تقوم بقصف مواقع دون إبلاغ القوات الروسية في سوريا؟ هذا الفشل يعيد إلى أذهان قضية الطائرة الروسية التي خسفتها إسرائيل أو أسقطتها إسرائيل. أنا باعتقادي أن إسرائيل مصرة، بنيامين نتنياهو مصر أن يقوم بضربات جوية كبيرة، حتى لو لم تنجح مصر أن يوسع هذا، ليس فقط في سوريا وإنما إلى العراق وربما إلى مناطق إلى أماكن أخرى. مصر أن يبقي على طاولة السياسة الإسرائيلية أن إيران عدو أساسي وأن إيران يجب معاقبتها وأن إيران يجب يعني تجنيد كل العالم ضدها. وهذا الأمر لا يروق لروسيا، هذا الأمر لا يروق لها، ليس فقط لأن إيران هي حليفة لروسيا في سوريا وإنما لأن إيران هي حليفة لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي في مواجهة الغطرسة الأمريكية. اليوم الكل يعلم بأن إيران تقيم علاقات اقتصادية كبيرة مع روسيا وأخرى أكبر مع الصين، وبالتالي هي قادرة أن تخرج من الضائقة المالية التي تعيش فيها بسبب العقوبات الأمريكية، ويمكن أن تتحول هذه العقوبات إلى فرصة لإنتاج كتلة اقتصادية كبيرة منافسة للولايات المتحدة، وإيران جزء منها وروسيا طبعا جزء منها. وبالتالي يعني لا يروق هذا الأمر لإسرائيل ولا يروق هذا الأمر للولايات المتحدة. الولايات المتحدة تحاول أن تعيد العلاقات مع إيران بشكل أو بآخر، هذا مقلق جدا لبنيامين نتنياهو، وأعتقد أن زيارة بنيامين نتنياهو إلى روسيا تأتي في هذا السياق أيضا. طيب سيد أنتيكوف، الآن يتحدث بوتين ويقول من المهم جدا من سيتم تعيينه كرئيس حكومة في إسرائيل، ونتنياهو يرد ويقول من الأساسي أن يقوم الطرف الروسي بالسماح لإسرائيل بتنفيذ ضربات جوية واسعة في سوريا. أعود لهذه النقطة بالتحديد، ونقطة ذكرها السيد أليف أيضا، هناك من قال حتى يدعوت أحرنو تحدثت اليوم عن أن السخوي 35 اعترضت طائرات إسرائيلية الأسبوع الماضي كانت تنوي تنفيذ عمليات كبيرة في دمشق. إلى أي مدى يمكن القول بأنها رسالة روسية واضحة على أرض الواقع بعيدا عن التصريحات؟ أنا بصراحة إذا فهمت سؤالك بشكل واضح، لأن هناك تشويش في سماعي، وأنا قلت بأن روسيا تعارض الضربات الإسرائيلية وترفض تلك الضربات رفضا قاطعا، ونحن يجب أن ننظر إلى الواقع. تلك الضربات لا تؤدي إلى النتائج التي تريدها إسرائيل. نحن نشاهد تموضع الإيراني أو استمرار تموضع الإيراني في سوريا. من ناحية أنا أود أن أذكر المسألة مهمة، حينما تواصلنا مع الجانب الأمريكي ومع الجانب الأردني في السابق إلى الاتفاق بخصوص تشكيل منطقة خفض التوتر في الجنوب، وأحد البنود من هذه الاتفاقية كانت تشير إلى ضرورة إبعاد القوات غير السورية من هذه المنطقة، وبعد ذلك بعد حل هذه المنطقة عن الجولان المحتلة. وكان هناك هذا الأمر بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وإيران وافقت على ذلك، وكان هذا الاتفاق ناجح، وإيران لا تزال تتماسك بهذه الاتفاقية. إذن لغة الحوار، لغة المفاوضات تؤدي إلى نتائج معينة، وفي المقابل لغة الضربات بس تشجع إيران إلى استمرار نشاطاته في سوريا، تشجع إيران حتى إلى الرد على مثل تلك الخطوات العدوانية من قبل إسرائيل. هذا أمر منطقي، ولكن للأسف الشديد نحن نشاهد استمرار تلك الضربات، وأكثر من ذلك تلك الضربات تنعكس سلبيا للغاية على مصير الأزمة السورية بشكل كامل، ليست فقط على التوجه العسكري الإيراني أو موضوع الإيراني تحديدا. طيب كانت هذه صور من لقاء نتنياهو
بوتين قبل قليل والتي عرضناها على الشاشة والتي خرج منها التصريحات سواء من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يذهب قبل أيام الانتخابات الإسرائيلية إلى زيارة لسوتشي لبحث التواجد الإيراني في سوريا وإمكانية توسيع رقعة الضربات الإسرائيلية، وكان هناك لقاء أيضا جمعه مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. أعود إليك سيد عيران، كما ذكرنا تحدثت يدعوت أحرنوت عن هذه القضية اعتراض السوخوي لطائرات إسرائيلية كانت تنوي تنفيذ ضربة، كيف تقرؤون هذا الأمر في إسرائيل على مستوى بعيد المدى قليلا؟ شاهدت هذا التقرير في إدارة أحرنوت، لم أره في أي مكان آخر في أي صحيفة أخرى. أريد أن أتطرق إلى أقوال السيد المحترم الذي لا أذكر اسمه بالنسبة لإحباط الهجوم الإسرائيلي. كما أعلم هذا غير صحيح، لذلك يوجد هنا أمران متوازيان. من ناحية إسرائيل هاجمت ونفذت هجمات ناجحة، ونشر ذلك ليس عن طريق إسرائيل لكن على ما يبدو صور عن طريق التفافية أن إسرائيل هاجمت القاعدة على حدود سوريا العراق في الأراضي السورية. على ما يبدو أنه صحيح من كان من مصدر واحد أن روسيا اتخذت موقفا أو خطوة غير مسبوقة، أنها أطلقت طائرات غير مواجهة الطائرات الإسرائيلية. لا نعرف لأي مدى اقتربت من الطائرات الإسرائيلية ومدى ولأي مدى هذا كان تأثير، وهذا يأتي في ظل واضح أنه في ظل اللقاء هذا الانتهى في سوتشي يوضح أنه يوجد هنا صعود تصعيد وارتقاء بمستوى الرسالة التي تريد أن تنقلها روسيا لإسرائيل. يوجد هنا لاعبان، قوة عظمى روسيا وقوة إقليمية كإسرائيل يتصارعان بينهما على أراضي دولة الثالثة وهي سوريا. ما يحدث هو أن إسرائيل تحاول أن تبعد إيران خارجا، وروسيا تحاول أن تهدئ الوضع وأن تحافظ على إيران في داخل الأراضي السورية بالأساس من منطلق مصالح روسية لتعزيز الحسم وقوتها لمصلحة النظام الأسد. هذا إلى جانب أيضا المستوى السياسي، لأن زيارة نتنياهو 4 أيام قبل الانتخابات هي أولا تأتي في سياق سياسي إسرائيلي داخلي، ويجب ألا ننسى الحساسية الكبيرة الموجودة اليوم في العالم حتى في الولايات المتحدة في أوروبا وعمليا في كل مكان للعدوانية الروسية من التي تتمثل بتدخلات غير مسبوقة بعمليات ديمقراطية انتخابية في العالم أجمع، إن كان في الولايات المتحدة وفرنسا والعالم أجمع. وحتى هناك من يقول أن إسرائيل موجودة على الرادار الروسي في هذا السياق، ومقولة بوتين اليوم هذه التلميحة شبه الساخرة أنه بالنسبة لمن ينتخب في إسرائيل وبين من نتنياهو الجانبي، في ظل ما أعرفه من أهمية الصوت الروسي والقادمين الجدد من الاتحاد السوفيتي سابقا في إسرائيل، لست خبيرا بذلك، ولكن الكثير يقولون معظم هؤلاء الناخبين المحتملين أنهم ليسوا محبين لبوتين أو مؤيدين له ولكنهم معارضون له. ذلك لا أعرف ما هذا نوع ما يجري هنا، لكنه نوع من التدخل الروسي في إسرائيل في الانتخابات في إسرائيل، إضافة إلى تدخلات الغضة والغير المسبوقة من قبل العالم. هذه سياسة تديرها روسيا برئاسة بوتين ضد الغرب، ضد الديمقراطية وضد المنظومة الديمقراطية في كل أنحاء العالم. وأعتقد أنه سيكون من السيء جدا في حال انضمت إسرائيل إلى سلسلة الدول التي أمست ضحايا هذه السياسة الروسية. وأمل أن رئيس الوزراء نتنياهو رغم ربما المصلحة الذاتية التي يملكها سيهتم بأن ينقل الرسالة أيضا في هذه المسألة الهامة. أكيد لا يمكن فصل السياق الانتخابي عن هذه الزيارة، ولكن كما ذكرنا الفترة لربما حساسة بعد تصعيد لبنان والحديث عن توسيع رقعة الضربات الإسرائيلية. سيد أليف أنتقل إليك من جديد، كنت قد سألتك ولم تجبني على هذه القضية بعد سيناريو لبنان ورد حزب الله، وهناك من قال بأنها تغيير في معادلة الردع، هل يمكن أن نشاهد تغييرا في سياسة الرد السوري على إسرائيل في المستقبل؟ الجواب باختصار نعم، ولكن ليس في المستقبل القريب. ولكن أريد أن أذكر ضيفك في الاستوديو أن موقع نتسيف نت وهو موقع مطلع جدا كتب اليوم عن إحباط المحاولة الإسرائيلية
بواسطة أو عن قيام الروس بإحباط المحاولة الإسرائيلية، وليس فقط يدعو طهران. نتيف نت موقع مطلع جدا. عودة إلى سؤالك، الضربات الإسرائيلية في سوريا مستمرة منذ 5 أعوام، ولا أعتقد أن توجد دولة في العالم يمكن أن تقبل بمثل هذا العمل لخرق سيادتها وإذلال قيادتها وشعبها باستمرار القصف الجوي واستمرار التدخل في شؤونها إلى هذا الحد. ولكن سوريا في الوقت الحاضر لديها مهام أخرى، لديها تحديات أخرى. ما زالت هناك تحديات في إدلب، ما زالت هناك تحديات كبيرة مقابل الخلايا النائمة لداعش والنصرة وغيرها في سوريا في أماكن مختلفة متعددة. في المدة الأخيرة ظهرت عادت وظهرت في جنوب سوريا. ما زال هناك شرق سوريا يعني قضية تحتاج إلى جهد سوري كبير، جهد عسكري كبير، إن لم يكن جهد أيضا روسي. نعم. لإخراج القوات الأمريكية من شرق سوريا، وما زال أمامها العدو التركي الذي لديه مطامع طيب. كبيرة في شمال سوريا، وبالتالي لا أعتقد في الوقت الحاضر سيكون هناك رد كبير سوري، وإنما قد يكون هناك طيب. ردود. هذه النقطة المهمة سأسأل بها أيضا سيد أندري، ولكن سيد رنا رت التعقيب. كان أنا قلت له جيب لهذه لهذه المسألة أنه يعرض إسرائيل وكأنها العدائية الوحيدة بدون أي أساس. لذلك دعنا نتحدث بصراحة، يحدث يتم هناك تموضع إيراني التي تعاد إسرائيل وتعلن ذلك جهارا. هذا التموضع يتم في سوريا منذ عدة سنوات، صحيح أنه بموافقة الحكومة السورية، ولكن يتم على الأراضي السورية، يشمل انتهاكا واضحا وصريحا لوقف لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. الأمر الآخر الذي كنت أتوقع من سوريا أن تفعله، التي بينما تسعى لإعادة السيطرة على أراضيها وتحاول إرجاع النظام كما كان بعد كل الفضائل التي تمت هناك، كنت أتوقع من سوريا أن تعلن أننا مستعدون للعودة للعمل باتفاق وقف إطلاق النار. وهذا يعني أن قوات أجنبية حتى دول من جولة الثلاثة، إن كانت قوة شبه عسكرية أو قوة عسكرية، لا تستطيع التصرف في هذه المنطقة. نريد أن ننتقل الآن إلى المؤتمر الصحفي، ولكن بعد قليل ما بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو. لحظة سيد إيران، سيد أندري أنتقل إليك. روسيا كانت قد سلمت منظومة S-300 إلى الجانب السوري، هل يمكن القول بأن هذا التوقيت المناسب لكي تسمح روسيا لسوريا باستخدامه، إذا ما قلنا بأن الجانب الروسي يرفض توسيع رقعة الضربات الإسرائيلية؟ بصراحة لا مجال هناك للحديث أن روسيا تسمح أو لا تسمح لسوريا أن تستعمل منظمات S-300. سوريا هي التي تتخذ قرارات بخصوص استعمال تلك المنظمات، وأنا أعتقد أن في السابق منذ قليل كان هناك أخبار بأن سوريا استخدمت تلك المنظمات من أجل مواجهة الضربات الإسرائيلية ونجحت في هذا المجال. هذا من ناحية. من ناحية الأخرى، أنا لست خبيرا عسكريا، ولكن أود أن أنقل ما يقوله الخبراء العسكريون الروس بخصوص منظومة S-300 وعدم استعمالها من قبل سوريا في السابق. هم يقولون بأن لم تكن هناك حاجة لاستعمال تلك المنظومات بسبب أن الأهداف كانت غير المناسبة، أو كان من الأفضل أن تستعمل سوريا منظومات الأخرى مثل بانسير S-1، مثل منظومة S-200 والأخرى. هذه من جهة الأخرى طبعا الآخرون يقولون بأن سوريا استبعدت استعمال منظومة S-300 بسبب أن استعمال إطلاق صاروخ من هذه المنظومة قد يكشف بعض المعلومات التقنية لإسرائيل، فلذلك يعني استعمال هذه المنظومة ممكن في حالات الاستثنائية فقط. فلذلك يعني على كل حال القرار يرجع إلى دمشق ليس إلى سوريا، إلى روسيا عفوا. طيب سيد إيران، أختم معك بهذا التساؤل باختضاب لو سمحت، لم يبقى لي الوقت. فيما يتعلق بمستقبل التنسيق الأمني الروسي الإسرائيلي، ما هو السيناريو المحتمل لهذا التنسيق في المرحلة القادمة، إذا ما تحدثنا عن نوع من الخلافات فيما يتعلق باستهداف إيران في سوريا؟
أعتقد أولا دعنا نقول ما المفضل أن يكون. ما المفضل أن يكون هو تفاهمات عميقة أكثر ليس فقط بين روسيا وإسرائيل وإنما أيضا بتدخل سوريا وحتى إيران بشكل غير مباشر. بعض هذا الشيء بدأ فعله بشكل معين وتم تطبيقه جزئيا بعد القوات الإيرانية 60 كيلومترا من الحدود ويجب العودة إلى تنفيذ ذلك إلى وضعه في اتفاق باتفاق دولي بموافقة الأمم المتحدة ودعم الأمم المتحدة. هذا الاتفاق يجب أن يضمن بين الشؤون الأخرى ألا يكون أي تواجد معاد ينشط ضد إسرائيل من الأراضي السورية ليس من قبل حزب الله ولا من قبل ميليشيات شيعية مؤيدة لإيران ولا الحشد الثوري الإيراني ولا أي قوة أخرى. هذا الأمر روسيا اليوم تستطيع أن تقوده وهي في موقف ممتاز ومثالي. نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق سيد إيران سيون شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. شكر موصولك ضيفي عبر استديوهات موسكو السيد أندريا أنتيكوف المحلل السياسي الروسي وشكر موصولك السيد أليف صباغ الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا عبر خدمة سكاي. مشاهدي الكرام نخرج إلى فاصل قصير ونواصل هذا المساء فابقوا معنا.